السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للبورصة القطرية من يوم 5 أغسطس حتى يوم 6 أغسطس. إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم جميعا إن شاء الله. إحنا إن شاء الله هيكون التداولات بتاعتنا خلال الأسبوع ده هو يومين فقط، اللي هو يوم الأربعاء ويوم الخميس، لأن البورصة القطرية كانت مغلقة من يوم الخميس الماضي حتى يوم الأربع القادم اللي هو هيبتدي التداولات فيه مرة أخرى. هنبتدي أول حاجة بتحليل المؤشر العام لبورصة قطر. المؤشر العام لبورصة قطر زي ما احنا شايفين قدامنا ماشي في قناة سعرية صاعدة، وعندنا هنا في ترند فرعي. الترند الفرعي ده كان السعر عمل عليه ارتكاز، لو كبرنا الشارت كده شوية نشوف السعر عمل عليه ارتكاز وبدأ يظهر علامات انعكاس من خلال الترند ده. اتوقع ان شاء الله مع استمرار الترند السعر اعلى الترند الفرعي ده هنستهدف مستوى 9418، ولو تم اختراق المستوى ده هنشوف مستوى 9700. اما في حالة ان السعر لم يتجاوز مستوى 9418 فممكن نشوف تاني اعادة اختبار، ولو تم الكسر ممكن نشوف هبوط للحد السفلي للقناة السعرية اللي قدامنا دي، اللي هو تقريبا هيكون عند السعر 9232. ده بالنسبة للمؤشر العام لبورصة قطر. خلينا نشوف بعض الأسهم. هنبتدي بسهم دلالة. سهم دلالة بيجي لي عليه أسئلة كتير جدا، وبيبقى فيه عليه طلب دايما التحليلات بتاعته ووجهة نظري فيه. بالنسبة لسهم دلالة لو بصينا عليه، احنا دلوقتي دي اخر موجة صعود حصلت، كانت تقريبا من بداية يوم 20/7، وكانت نهاية الموجة الصاعدة دي كانت يوم 27/7. خلينا نتكلم يعني كلام بسيط جدا. احنا عندنا الموجة دي زي ما قلت، احنا حددنا القاع وحددنا القمة. المفروض ان نسبة التصحيح بتاعتنا بتكون، احنا بنرسم في بوناتشي دلوقتي، دي موجة صاعدة فبنرسم في بوناتشي من تحت لفوق، تمام؟ والمفروض بنبقى متوقعين ان من الموجة دي يحصل تصحيح على الاقل لحد ال61، مستوى 61.8 في بوناتشي، او مستوى ال50 او مستوى ال38، تمام؟ بس عندنا بيبقى اقوى مستويين ال61 وال50، فاحنا هنا متوقعين، وانا نزلت التحليل ده قبل كده على حسابي على التويتر، وقلت ان احنا ممكن نشوف تصحيح للسهم هيستهدف معانا مستوى ال1.86، وممكن التصحيح يمتد لمستوى ال50 اللي هو عند سعر 1.76. لو ظهرت اي علامات انعكاس من المستويين دول ممكن جدا نشتري ونستكمل الاتجاه الصاعد بتاعنا ان شاء الله. اما في حالة الكسر فممكن نوصل كأقصى حاجة لنموذج لمستوى ال38 اللي هو عند مستوى ال1.66، تمام؟ يبقى نستنى اي علامات انعكاس من المستويين الاولانيين اللي هو 61 وال50، ولو ظهرت اي علامات انعكاس هيكون السهم للشراء ان شاء الله عشان يستهدف معانا مستوى ال2.19، ولو تم الاختراق المستوى ده هنشوف ال2.26 ثم ال2.43 وبعدها ال2.64 وبعدها ممكن نوصل ل2.72. ده بالنسبة لسهم دلالة. خلينا نشوف سهم الرعاية. سهم الرعاية برضو ماشي في قناة سعرية صاعدة. القناة السعرية الصاعدة دي عندنا السعر برضو نزل عمل ارتكاز على الحد السفلي للقناة وبدأ يرتد لأعلى في الصعود. لو بصينا برضو هنلاقي ان السعر هنا مقدرش يغلق تحت مستوى الدعم اللي كان مستوى مقاومة في المنطقة دي كده اهو عند 7.30. 7.30 ده لو بصينا هنا السعر كان محترمه احترام شديد جدا، ده كانت مقاومة. هي السعر طلع، كانت مقاومة ارتد منه تاني، طلع تم الاختراق هنا وبدأ يصعد مرة اخرى ونزل هنا تاني، وبعد اختراقه تحول لدعم مرة اخرى. يعني هنا تحول لدعم اهو ونزل هنا تاني، السعر ما احترموش وبعدين طلع. فهنا بالنسبة لي هو السعر ما دام ما اغلقش تحتيه فهو لسه نموذج دعم او مستوى دعم. فانا بالنسبة لي ما دام السعر ما اغلقش تحت المستوى ده ال37 فهو للصعود عشان يستهدف معانا اول حاجة ممكن نشوف ال7.80 او 7.76، ولو تم اختراق
نموذج القناة اللي قدامنا ده، القناة السعرية، هنستهدف 8.53 ثم 9.20. ده بالنسبة لسهم الرعاية. خلينا نشوف سهم تاني، سهم الإسلامية القابضة، أو اللي هو اسمه الجديد سهم إنماء. سهم الإنماء دلوقتي عند مستوى أو منطقة طلب قوية ما بين 3.80 أي 3.81 ل 3.70. المنطقة دي كده كلها المظللة دي منطقة شراء كويسة جدا. لو ظهرت أي علامات انعكاس من المنطقة دي، لو ظهر برايس أكشن من المنطقة دي، أتوقع يكون للشراء عشان نستهدف 4.14 ثم 4.28. نشوف سهم آخر، سهم مسيعد. السهم ده ماشي في نموذج وتد، والسعر وصل للحد السفلي للنموذج وبدأ يظهر علامات انعكاس، أتوقع يكون للصعود خلال الفترة اللي جاية. استهدف معانا أول حاجة 2.12 ثم 2.21، ولو تم الاختراق هنروح 2.27 ثم 2.40. خلينا نشوف سهم آخر، نشوف آخر سهم معانا وهو سهم فودافون قطر. سهم فودافون قطر ماشي في ترند صاعد، وهو دلوقتي اتوقع ان هو ينزل يعمل لي ارتكاز على الترند الصاعد اللي قدام، يعني الهبوط بتاعنا ممكن يستهدف 1.24 او 1.2360، يعني في الرينج ده كده، وبعدها ممكن لما يرتكز على الترند ده هتكون فرصة ممتازة للشراء. المستهدفات بتاعتنا الهدف الاول هيكون عند 1.32.40، الهدف الثاني هيكون عند 1.43.60. لو تم اختراق 1.43.60 ممكن جدا نشوف مستوى 1.61.40. وده كان التحليل الاسبوعي معانا للبورصة القطرية. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم.